وللتعليق على نفس الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من تركيا المحلل العسكري العقيد عبد الستار عساف. بداية أهلا بك حضرة العقيد. يعني حضرة العقيد، لماذا كل هذا الضغط على مدينة حلب والاستهداف المتعمد لتجمعات المدنيين وأهمية طريق الكاستيلو؟ سيدتي الكريمة، بداية مرحبا بك وبمن يستمعنا. ذكرنا سابقا والمعروف لدى المجتمع الدولي والعالم جميعا أن حلب هي البيضة الذهبية للنظام، والتي تعتبر معركته الأساسية هي حلب. يعني سقوط حلب والسيطرة على حلب يعني سقوط الثورة وإجهاض الثورة السورية. لذلك نرى أن النظام والميليشيات التابعة له تضع كامل ثقلها باتجاه حلب ريفا ومدينة. وأيضا ما جديد ما يقوم به الطيران الروسي الحربي في حلب وخاصة في الأحياء المحررة، يريد أن يضرب الحاضنة الشعبية للثوار والخلفية الداعمة له أثناء معركه ضد النظام والميليشيات. طبعا طريق الكاستيلو نحن نعرفه جميعا، ومن لا يعرف طريق الكاستيلو الشريان الوحيد المتنفس الوحيد للأحياء المحررة بحلب وحتى لبعض الأحياء المسيطر عليها من قبل قوات النظام أو الميليشيات. فلذلك طريق الكاستيلو هو بقطعه أو بتدميره أو إيقاف العمل به يعني خنق حلب وخاصة المناطق المحررة منها. نعم، طيب سيادة العقيد، ما هي الأهمية الاستراتيجية للمناطق التي سيطر عليها جيش الفتح في ريف حلب الجنوبي؟ سيدتي الكريمة، ريف حلب الجنوبي قام بواسطة جيش الفتح التي يضم عدد كبير من الفصائل أو من الكتائب السورية المقاتلة مع الجيش الحر أو باقي التصنيفات، سيطر مؤخرا وليس بالبعيد في كما لو ردنا نذكر بمسلسل أو بجزئه الأول من مسلسله بسحق الميليشيات الروافض في جنوب حلب. جنوب حلب يعني خط الإمداد لسوار حلب، جنوب حلب يعني تواصله أو الخلفية الثورية لمقاتلي الثورة السورية باتجاه طبعا أقصد إدلب ومن ثم ريف حما الشمالي. أهمية هذه المواقع، طبعا في البداية سيطروا على عدة مواقع كما شاهدنا تلة العيس وما حولها والإيكاردا لسيطرتهم على طريق حلب دمشق وإمداده للسوار وأهميته للسوار، وأيضا لاستماتة النظام عليه لأهميته بالنسبة لقوات النظام طبعا طريق حلب دمشق لإمداده ولسير قوافله العسكرية. أما المواقع الجديدة والتي نراها بالجزء الثاني من مسلسل جيش الفتح بعد هيكلته الجديدة وبتكتيكات العسكرية الجديدة التي لا يريد أن يفصح عنها، ونحن أيضا لا نريد أن نكشف تكتيكاته واستراتيجيته الجديدة، لكن يريد بهذا كسر شوكة القوات الروسية جوا والميليشيات الإيرانية والنظام على الأرض وخاصة بعد الزج. نعم يعني هذه إيران. نعم يعني هذه المواجهات هل ستؤثر على طبيعة المعارك في باقي جبهات مدينة حلب؟ نعم بالضبط، هذا ما يحدث عند فتح الجبهة وبهذه القوة في جنوب حلب، يعني أننا نشتت الجهد الجوي للنظام والميليشيات وحتى الجهد الأرضي القوة والوسائط على الأرض. يعني فتح أكبر من جبهة بهذه القوة يعني أننا نشتت جهده للنظام ونخفف ضغط على باقي جبهات للثوار في ريف حلب الشمالي وحتى في الريف الشرقي أو في داخل مدينة حلب. سيدتي الكريمة، بالسيطرة الأخيرة لو سمحتي لي بعجالة، بعد سيطرة قوات جيش الفتح كما ذكرت بهيكلتي الجديدة مساء الجمعة من الحميرة ومستودعات خان طومان لا تخف على أحد وتلة المحروقات وما يليها من كازية وغيرها ومن ثم قرية القلعاجية ومن ثم الحيرة الاستراتيجية التي تؤدي للوصول إلى مدينة أو قرية خلصة المرتفعة والتي تطل وتشرف أهمية الاستراتيجية لخلصة إشرافها وارتفاعها الذي يعطيها الأهمية تشرف على طريق أستراد دمشق حلب الدولي، وتحريره يعني السيطرة على هذا الطريق ناريا، ومن ثم يفتح الباب أمام جيش الفتح الاقتراب أكثر فأكثر باتجاه قرية زيتان التي تبعد عن الطريق أيضا 3 كيلومتر والتي تهدد
باتجاه باقي مناطق سيطرة النظام تجاه البويحي والقراصي باتجاه الريف الشرقي الحلبي الجنوبي وباتجاه الشرق لقوات النظام تهدد تمركزه وأماكن انسحابه بعد هذه المعارك. كما علمنا الميليشيات انسحبت من مستودعات ومن كتيب الدفاع الجوي ومعراتة باتجاه الجهة الشرقية، مواقع قوات النظام تسيطر عليها قوات النظام لتتحصن أو لتلمم جراحها بعد هذه العدد الكبير من القتلى والجرحى وأسر، عدد كما سمعنا كبير، وأيضا كما صرحوا قادة جيش الفتح بقتل قائد كتيبة الخاصة بلواء فيلق القدس بلواء فيلق القدس جهاد نمير جعفري ومعه عدد من الشيعة القادة بالنسبة له. نعم، شكرا لك المحلل العسكري العقيد عبد الستار عساف، كنت معنا من تركيا. شكرا جزيلا. شكرا.